بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير ويمن وبركات. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة زي ما قال الكتاب، الله أكبر الله أكبر. عجلات ألماني وأمريكي، عجلات هولشتاين، حاجة زي ما قال الكتاب. بسم الله ما شاء الله، احنا في الشغل بنسميها دبابة لبن. عجلات الله أكبر عليها زي ما قال الكتاب، بسم الله ما شاء الله. تحت العش كل العجلات اللي قدام حضراتكم دي تحت العش، والموازين بتاعتها حضراتكم بدأ من 250 كيلو، بعد كده يليها 300، يليها 350، يليها 400 كيلو. كل السلالات دي تحت العش حاجة بسم الله ما شاء الله. عرض جسم بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. حاجات فواخر فواخر انتاج اللبن، فواخر فواخر انتاج اللبن بسم الله ما شاء الله. لو اتكلمنا عن البقرة الهولشتاين في انتاج اللبن، هنلاقيها انها بامر الله تقدر تفتح بيت واسرة كريمة يتم من وراها عائد جميل جدا بسم الله ما شاء الله. تفرجوا حاجة الله اكبر عليها، عجلات اللهم صل على النبي. بتبدأ الموازين زي ما قلت لحضراتكم من 250 كيلو معاك لحد 400 كيلو. العجلات دي يا جماعة عجلات ألماني وعجلات أمريكي، انتاج لبن عالي جدا بسم الله ما شاء الله. سهولة الولادة حاجة الله أكبر، موسم أول، أول مرة هتبقى إن شاء الله عندك بإذن الله حاجة. اللهم صل على النبي، ربنا يا رب يبارك لصاحب المال ويبارك سريعا لصاحب النصيب، وإن شاء الله إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق للجميع. ولطلب طبعا هذه السؤالات حاجة الله أكبر عليها زي ما انتم شايفين اهو، الاتصال سريعا على 012-744-75-979 او الاتصال على 010-11-56-86-27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان معكم محمد إبراهيم.